بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. ارتفعت كلف الطاقة عالميا ومن خلفها النفط لمستويات قياسية، فيما ارتفعت أسعار الغاز بشكل غير مسبوق في كل أوروبا. هذا وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مخاطر تفاقم المجاعة في جميع أنحاء العالم، ذلك بسبب توقف إنتاج وتصدير منتجات مثل الحبوب من جراء العمليات العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا. مشاهدينا، إلى أي مدى هذه الحرب قد تكون تداعياتها لها انعكاسات على المواد الغذائية في المملكة، بالإضافة إلى كلف الطاقة؟ اسمحوا لي أرحب بضيفي هنا في الاستوديو برئيس غرفة تجارة عمان الأستاذ خليل الحاج طفيق. أستاذ خليل، أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة، يعطيك ألف عافية. حياك الله. الله يعطيكم ألف عافية. أستاذ خليل، أنا بالأمس أثناء الإعداد لهذه الحلقة دخلت إلى عدد من المحلات التجارية، نسأل ما الذي ارتفع خلال الأسبوع الأخير؟ الدجاج ارتفع، الزيوت النباتية ارتفعت، الحليب، الحليب البودرة ارتفع. بالتالي سؤالي، هل بدأنا نلمس تداعيات هذه الحرب على أرض الواقع؟ أتحدث عن سلع ارتفعت خلال الأسبوع الأخير فقط، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا، الآثار الحرب لم نلمسها بعد، يعني انعكاس ما يجري في بين أوكرانيا وروسيا على الأسواق ما زال مبكرا. اليوم ارتفاع الحليب آخر 6 أشهر فقط أخي طارق، مثلا المزاد في أوروبا كان كل أسبوع في ارتفاع، أسبوعيا كان ترتفع الحليب. الآن إحنا بنجيب عشرات الأنواع أو أكثر من مستورد، كل مستورد له طاقة بالتحمل في عدم رفع الأسعار حسب السوق، حسب الركود، حسب المنافسة. اليوم شركة واحدة رفعت من أيام أسعارها، ممكن أسبوع جاي تلاقي شركة تانية، كل واحد بيشوف المخزون اللي عنده، بيشوف بيعمل متوسط حسابي لكلف الكميات. الحليب لا، هو أصلا هناك ارتفاعات في المستقبل، لأنه اليوم الأجبان كل ما عندما ترتفع الأسمدة، ارتفع الأعلاف، ارتفع النفط، هذا كله ينعكس على الزراعة. وهذا يعني امبارح طلع تقرير الفاو، يمكن قرأته، المملكة نشرته، أسعار شهر 2 غير مسبوقة بالتاريخ. اليوم بتحكي على الزيوت، قبل الحرب روسيا كانت تفرض ضرائب على صادرات القمح والزيوت حتى تحد من، بعد الكورونا كل العالم بدأ التحوط بعدم التصدير، وأيضا التغير المناخي في العالم ضرب معظم المحاصيل، حتى أمريكا وكل دول منتجة للحبوب والأرز شهدت تراجعا في المحاصيل. اليوم أنا ما بلوم الناس، لأنه أي ارتفاع بيزعج المواطن، لكن بحكي اليوم أعطيك مثال على الزيت اللي هو عامل ضجة. اليوم البعض بيطلع بيقول لك تنكة الزيت صارت 26 من 24، هي كانت العام الماضي 15، يعني من 15 ل 24 مشروع، واليوم دينارين. هذا الكلام اللي بدي لك انه اليوم واجب انه يكون في جهه ترصد الاسعار في العالم وتعطي الناس بشفافيه. طب جهه ترصد الاسعار الخليب، لكن عشان نكون واضحين انه احنا اليوم بدنا نحكي عن الشيء المرتبط بهذه الحرب، يعني انا من دخلت معك قلت لك خلال الاسبوع الاخير ارتفعت هذه السلع. الان في شيء ارتفع، طيب استاذ خليل، في شيء ارتفع الان خلال الاسبوع الاخير، خلينا نقول من 24 شباط، في شيء ارتفع يقترن بشكل مباشر بهذه الحرب الروسيه الاوكرانيه؟ لا ابدا، كل الارتفاعات الكلف الموجودة هي أسباب ليست لها علاقة بالحرب. الحرب راح تزيد معاناة بعض الدول. اليوم القمح 470 دينار دولار، من 300 دولار ل 470، هذا سيضغط على موازنة الوزارة الصناعة والتجارة والحكومة، لأن الحكومة ملتزمة بتثبيت سعر الخبز والطحين. فبالتالي عندما يرتفع يصل القمح إلى 470 دولار، هذا بيضغط على الموازنة. لما النفط يرتفع والحكومة تثبت السعر في شهر 2 و3، هذا سيضغط على الميزانية، والله أعلم، أو الموازنة، الله أعلم شو بدنا نسوي شهر 4 و5 إذا استمرت الحرب. ارتفاع النفط يعني ارتفاع الشحن، ارتفاع الحديد والألمنيوم، مدخلات إنتاج للصناعة. إحنا اليوم الأزمة هاي البعض يستهين فيها، لا، اليوم روسيا وأوكرانيا من الدول، يعني أوكرانيا قبل الاتحاد السوفيتي كان موجود، كانت سلة غذاء الاتحاد السوفيتي، يعني حجمها لما تحكي 50 مليون طن قمح أكيد راح تأثر في العالم إذا استمرت الحرب. طيب انت عندما تحدثت استاذ خليل عن موضوع كلف الشحن، نرجع لك في اسئله وندخل ببعض التفاصيل الاخرى، ولكن ما دام تحدثت عن موضوع النفط، انا بعرف كلف الطاقه راح تنعكس بالاخير على هذه الاسعار، ولكن لنسال اكثر، نستوضح اكثر الى اي مدى هذه كلف الطاقه قد تزيد خلال المرحله المقبله. ارحب بضيفي ايضا عبر هذه الحلقه مع الاستاذ فهد الفايز، وهو الخبير في الطاقه. استاذ فهد، اهلا وسهلا بك عبر برنامج اخبار اسبوع، يعطيك الف عافيه. استاذ فهد، استمعت استاذ خليل حاج توفيق، كل شيء الان متعلق بارتفاع أسعار الطاقة حول العالم، وهذا شيء واضح، سعر برنت وصل إلى حوالي 120
دولار منذ عام 2008. إلى أين تتجه هذه الأزمة في موضوع تحديدا موضوع كلف الطاقة والنفط تحديدا؟ تفضل. مساء الخير أخي. يعني لا شك بأنه الأحداث عموما وفي العديد من الدول التي تحصل وخاصة فيما يتعلق بهذه الجزئية ما بين أوكرانيا وروسيا، هنا سيكون خاسر وهنا سيكون أيضا رابح أو كاسب، لكننا في هذا الإقليم لنا إحنا متعدد الاقتصادات ولسنا اقتصاد واحد، فبالتالي سنتأثر في الأحداث اختلافا عن بعضنا البعض. في هذه الجزئية أخي، روسيا تعتبر أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم، شأنها شأن 10 دول عربية تعتمد صادرات على النفط والغاز. أسعار النفط تجاوز حيز 100، وصلت إلى 110، وصلت إلى 118 اليوم أو 119، وبالتالي مرشح أن تصل إلى أعلى من ذلك، وبالتالي انعكاساتها تماما حينما ترتفع أسعار النفط عالميا تنعكس تماما على أسعار المشتقات النفطية، وبالتالي انعكاس على أسعار المشتقات ارتفاعا أو انخفاضا نتأثر به تحديدا في الإقليم وبتفصيل أكبر في الأردن، لأن نحن نستورد أكثر من 85 أو 90% من حاجتنا للمشتقات النفطية، وبالتالي نحن مرهونين تماما بالأسعار ارتفاعا أو انخفاضا. لذلك ما هو متوقع الاستمرار، بمعنى إذا استمرت الأمور على ما هي عليه وتجاوز حاجز 120 وبالتالي تجاوز حاجز 125، نحن الآن في هذه اللحظة بالذات أسعار المشتقات النفطية عالميا بسبب الإغلاقات اللي حدثت في منطقة الحرب عكست ارتفاع في أسعار الشحن، وبالتالي الشحن سواء كان على المواد الغذائية أو على المشتقات النفطية كبواخر ارتفعت أضعاف مضاعفة. عدا عن ذلك، شح المادة الموجودة في ظل هذه الظروف أيضا سينعكس تماما على أسعار، فبالتالي عندنا نقطتين، نقطة الشحن من جانب وتوفر المادة توفر المواد من جانب آخر، والطلب المتزايد بسبب المخاوف والخوف القائم سيدفع بالأسعار إلى أرقام ليست نكون متواضعين، ليست مقبولة بحدها، ليست مقبولة أستاذ فهد، ولكن المتوقع هو الارتفاع، هذا المتوقع خلال الأيام المقبلة في حال تماماً استمرت هذه الحرب. في حال استمرارها طبعا احنا وصلنا إلى أرقام سابقا في بداية عام 2008 وحتى نهاية عام في منتصف عام 2009 وصلنا إلى 145 أو 147 دولار للبرميل، فبالتالي احنا مرشح ان تصل الارقام الى اعلى من ذلك. نحن اذا وصلنا للارقام التي ذكرتها قبل قليل وهي 130 و140 دولار، وهذه مخاوف يجب ان لا نتركها خلفنا نتجاوزها، بالتالي هذه الارقام ستصل الى اسعار، يعني تصل الى اسعار جنونيه فيما يتعلق في المشتقات النفطيه. طيب، تحديدا. طيب استاذ فهد ابقى معي، نرجع للاستاذ خليل. استاذ خليل، استمعت للاستاذ فهد، المتوقع هو الارتفاع وان شاء الله مسير ارتفاع ان شاء الله، لانه الاخير انت بتعرف وضعنا الاقتصادي في المملكة وخارجين من أزمة كورونا إلى أزمة أوكرانيا، يعني تبعات اقتصادية تتكرر وتتوالى على المنطقة وليس فقط على الأردن. اليوم الكل بيسأل، إحنا فايتين على رمضان، بتعرف رمضان الاستهلاك فيه بيزيد وبالعادة بيكون في ضوابط سعرية بحكم رمضان وعروض إلى غير ذلك. المستقبل الآن ماذا فيما يخص ارتفاع الأسعار؟ أي أسعار ممكن تتأثر بشكل مباشر أستاذ خليل في ظل هذه الحرب؟ ومن هنا أسألك في موضوع ماذا نستورد نحن أصلا بشكل مباشر من روسيا ومن أوكرانيا كونك نقيب المواد الغذائية؟ تفضل. شوف، احنا ببلش في آخر سؤال، احنا استيرادنا من روسيا سنويا حوالي 180 مليون دينار، ومن أوكرانيا حوالي 140 ل 150 مليون، في آخر سنتين ارتفعوا. الأهم مادة غذائية منجيبها من أوكرانيا مادة واحدة فقط كقطاع خاص، هو زيت الدوار الشمس، وما يعرف في السوق زيت عباد الشمس. الحكومة تستورد كانت القمح، وتستورد من روسيا أيضا القمح والشعير ضمن عطاءات، لكن آخر سنة سنتين كان غالبية المحصول أو الشراء من رومانيا، عشان هيك في مخزون ل15 شهر الحمد لله عندنا في الصوامع. المواد الأخرى مواد مستورد حديد من روسيا، بنستورد يعني مواد تقريبا يعني زي فحم. نتكلم على الغذاء أساس سؤالك. اليوم أنا كقطاع خاص أو قطاع تجاري بهمني أوفر كميات للبلد، هذا لازم يعرفوه الناس. أنا التحدي اليوم اللي مش السعر، أنا لو بدي أنتظر السعر اليوم أخوي طارق، إحنا ب 2008 عشرات التجار وأصحاب المصانع أفلسوا بسبب انهيار الأسواق العالمية وخاصة الزيت. إذا بدي أنتظر اليوم زيت النخيل 2250 دولار، من سنة ونص كان 600 دولار، تخيل لو بدي أنتظر حتى ينخفض بقطع البلد من البضاعة. فأنا بأخذ مخاطرة ومغامرة إني أشتري اليوم زيت صويا ب 2000 دولار وكان 700 دولار أو عباد شمس. تفهم من كلامك إن بهمك وجود السلع أصلا، المخزون الاستراتيجي. أنا اليوم واجبي
تجاه البلد من 1998 انه امن البلد بمخزون. اليوم الناس انا بهمني اسعاركم منخفضه، لان كل ما اسعار منخفضت قوه شرائيه للمواطن بتزيد، ببيع اكثر. وانا اليوم صرت عندي ضائقه ماليه، وهذا اليوم كنت اتحدث فيه انا وعطوفة محافظه البنك المركزي اثناء وجودنا بالديوان الملكي العامر، انه بدنا نجلس نحكي بموضوع السيوله. وهذا نداء للحكومه، اليوم التاجر عشان يامن المملكه بنفس الكميات اللي هي امنه بحاجه لمضاعفه راس ماله، من اين ياتي في هذا الفرق؟ مشان هيك الحكومه عليها واجب توقف اليوم جنب المستوردين لفتره انتهاء الازمه. وهذا اللي خلانا نطلب احيانا، انه بدنا خليه لاداره الازمه، لا يكفي انه انا انتظر الاخبار، ولازم استبق الاحداث، ان شاء الله ما يصير شيء، لكن انا اليوم لازم اتوقع الأسوأ. ما يجري اليوم تسارع احداث وتهديدات وعقوبات على روسيا، واليوم الكل ينتظر البنك الفيدرالي الامريكي يرفع الفائده وانعكاسه علينا، الامور العالم يجري بتسارع كبير. يجري تسارع، لكن احنا لا يمكن نكون بمعنى عن ما يجري بشكل عام كاقتصاد، لكن مخزوننا الغذائي امن، لكن احنا اليوم عندنا ضغط علينا بالنسبه للسيوله. اليوم المواطن بده يعرف انه ما في ارتفاع سعر غير مبرر، ولن نكرر هذا الدفاع، لانه احنا نحترم عقل المواطن وهذا كله مثبت. اليوم همنا الوحيد نأمن البلد بكميات بغض النظر. طب انت لما تقول غير مبرر، ولكن الان لحد الان بتقول لي هي الحرب صارت 9 أيام تقريبا، اوكي، ولحد الان ما فيش اي ارتفاع كان مربوط بهذه الحرب. نعم. الان لو ارتفعت الاسبوع المقبل ممكن نقول لك المواطن سمعنا انه مش مربوط في الحرب هذا الارتفاع، مين بدي يعطي غير مبرر؟ هو المواطن، انا ما بلومه. من يعطي المعلومه للمواطن؟ انا ما بلوم على المواطن لما يشوف على السوشيال ميديا ناس يقولوا له الحكومه تتفق مع التجار على المواطن، 4-5 بوستات بتصير ترند، فهذا شيء سهل انه يتصدق. اليوم اللي بدي احكي للناس، القطاع الخاص قطاع يقوم بواجبه، واحنا قادرين ندير الازمه لكن بصعوبه، وفي تحديات وفي مخاطره، لكن لا نقبل اليوم ان فعلا اليوم كل هالجهد بذلوا زملائنا، ونبقى في موقع الاتهام. واحد قاعد بس فاضي اشغال بقول لك والله فلان رفع السعر على مزاجه. اليوم احنا ما بنقول في ازمه، لكن في صعوبات، في صعوبات. قبل الحرب كنا نعاني، وانا طلعت معك كذا مره. صحيح. كنا نقول انه الارتفاعات اليوم في العالم غير مسبوقه. طب من 10 سنوات والله انصت، خلي شوف علي، احنا اليوم بدناش نخوف المواطن طبعا، وان شاء الله نقدر نتكيف مع هذه الازمه كما تكيفنا مع ازمه كورونا رغم كل الارتفاعات التي حصلت في ذلك الوقت. بالعكس كورونا ما صار ارتفاعات كثير باخر الكورونا، ماشي تكيفنا معها. اقصد اليوم الكل سؤال بيسال المواطن، هاي الحرب لو استمرت وتوسعت هل راح تنعكس على كل المواد الغذائيه؟ هذا سؤال المواطن استاذ خليل. هل ستنعكس ام نحن في الاردن قادرون على ايجاد بدائل وبالتالي التكيف مع هذه الازمه؟ اشكرك. اليوم احنا من حسن حظنا لا نستورد اي ماده اساسيه من روسيا واوكرانيا باستثناء اللي حكيت لك عنها زيت النباتي. الحكومه تستورد القمح وفي بدائل القمح، فلا نستورد بقوليات باستثناء الحمص، الحمص مش ماده اساسيه للمواطن للمطاعم، اوكي. فاحنا موادنا الاساسيه كلها في مأمن، في بدائل، لكن اذا استمرت الحرب وتوسعت اليوم بتضمنش الاسعار. واليوم العالم غطارق راح ياخذ اجراءات تحوطيه، ارتفاع النفط بيرفع السكر، ويعني العالم قريه صغير فيما يتعلق بالاقتصاد، لكن احنا كل مخزوننا اليوم ساعدنا رمضان، البضاعه موجوده، وبصراحه يعني رمضان على الابواب، يعني لا نتوقع يكون، لكن إثارة الموضوع الأسعار والسلع وانقطاعها زي ما صار في الزيت رح يعملنا بلبلة لا سمح الله من صنع أيدينا، لأنه صفنا على الزيت صار في إقبال غير طبيعي يفوق حاجة الناس أضعاف، سواء كانوا تجار أو أصحاب مطاعم أو مواطنين، بسبب بعض الأشخاص كتبوا أنه والله هناك تخوفات من فقدان مادة الزيت. هذا إذا انسحب على مواد أخرى إحنا بنخلق مشكلة في السوق. عشان هيك أنا بطمن الناس، ما عندنا مشكلة في المخزون، الأسعار ترتفع بسبب وليست بسبب تألفات وتحالفات وهذا الاحتكار الاسطواني اللي يعني للأسف غير موجود. المشكلة إن نبقى نرقب الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة في ظل استمرار هذه الحرب. لكن احنا اليوم مطلوب من الحكومة يكون في شيء. درجع لك شو المطلوب من الحكومة أستاذ خليل، لكن اسمح لي درجع للأستاذ فهد، أطلنا عليك أستاذ فهد اعذرنا، نتحدث اليوم في آليات لمحاولة استيعاب تداعيات كلف الطاقة وهذا الارتفاع الكبير في النفط والغاز أيضا، بما يسمى أستاذ فهد وانت تابعت، تخرج بريطانيا المخزون الاستراتيجي 30 مليون برميل، تخرج الولايات المتحدة الأمريكية المخزون الاستراتيجي، مفهوم المخزون الاستراتيجي ما المقصود فيه، ولا أي مدى قادر على محاولة استتباب دعني أقول والمحافظة على أسعار معقولة للنفط حول العالم؟ أخي طارق، المخزون الاستراتيجي لكل دولة
له قياسات، بمعنى حسب استهلاكاته وحسب حاجتها. فيما يتعلق في ما اضطرت إليه، بريطانيا أهرت المخزون الاستراتيجي، كذلك عندنا اليابان رأت أن تخرج من المخزون الاستراتيجي 7.5 مليون برميل للاستفادة من فارق الأسعار، وبالتالي المخزون الاستراتيجي في بعض الدول قد يكفي إلى 3 شهور، وفي دول أخرى يكون أقل. عندنا المخزون الاستراتيجي عندنا تقريبا في الأردن قد يفي عند الحاجة من بين 60 إلى 90 يوم في حال انقطاع تام أصبح للمشتقات النفطية، وبالتالي أيضا انقطاع تام للنفط. ما نراه هون عندنا في هذا الظرف تحديدا، ما نراه بأنه الوضع القائم لا يستدعي حتى اللحظة استخدام المخزون الاستراتيجي، بمعنى كبديل لانقطاع المشتق النفطي. احنا اكثر من 80% 90% من المشتقات النفطية الجاهزة يتم استيرادها ليست من روسيا او اوكرانيا ولا من المنطقة اللي موجودة فيها، لكن مرور البواخر عبر تلك المنطقة اللي فيها الحرب الان قد يؤثر تماما، وقد اثر تماما، بدليل التوجه الى منطقه الاقليم اللي احنا فيه، هي منطقه البحر الاحمر ومنطقه جنوب شرق اسيا، وبالتالي اصبحت هناك توجه لهذه البدائل للاستفاده من وفره المخزون هناك، لكن او يعني وفره الماده هناك، لكن الظرف الحالي بالظرف في هذا الظرف ارتفاع المشتقات النفطيه او ارتفاع النفط تحديدا والمشتقات النفطيه من جانب اخر سيدفع ب الطلب المتزايد وبالتالي ارتفاعها بشكل اكبر. الحكومه يعني لا تشتري من عام 2016 وما قبل ذلك، لا تشتري لتر واحد من المشتقات النفطيه. الشركات التسويقيه تقوم على هذه المهمه وتقوم هي باستيراد هذه المشتقات النفطيه عبر عطاءات تجاريه تطرح مرتين الى 3 مرات في السنه، ومرهونه هذه العطاءات باسعار المشتقات النفطيه عالميا ارتفاعا وانخفاضا، وبالتالي تنعكس هذه الاسعار بالنتيجة على السعر الأفرادي. المتوقع يعني نعلم جميعا أنه في شهر 11 12 وحتى الشهر اللي احنا فيه شهر 3 الحكومة ثبتت أسعار المشتقات النفطية وارتأت بأن تقوم بدعم هذه المشتقات النفطية، بمعنى تثبيت أسعارها حتى لا يتحمل المواطن أثرها السلبي على موازنته الشهرية. ومتوقع أيضا مثل ما تطرقت أنت الأستاذ خليل أنه بشهر احنا اعتدنا في رمضانات سابقة انه تثبت الحكومه اسعار المشتقات النفطيه، ونتبعا لهذه الظروف مع حلول شهر رمضان باذن الله تعالى ان تلجا الحكومه لتثبيت اسعار المشتقات النفطيه في شهر نيسان. لكن اذا ما استمرت الحرب لفتره اطول الحكومه لن تستطيع تقديم هذا الدعم. نعم، وهذا كله سيتنعكس الأسعار، سيتضح خلال الأسابيع الأيام المقبلة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ فهد الفايز الخبير في الطاقة، يعطيك ألف عافية. عودة لضيفي أستاذ خليل الحاج توفيق. أستاذ خليل، يعني إحنا تحدثنا عن مخاوف المواطنين بارتفاع الأسعار، ولكن البعض يكون صريح معك بخاف إنه بعض التجار يستغل هذه المخاوف العالمية وإنه في حرب وإنه هذه الحرب في أوكرانيا وروسيا صح بعيدة عنا حوالي 6000 كيلومتر، ولكن قد يستغل هذا الموضوع برفع بعض السلع التجارية. في منه ممكن يلجأ البعض، انت قلت بعض، هاي مسؤوليه، انت قلت بعض، اذا الغالبيه لن يرفعوا. صح، ان شاء الله ما يكون البعض كمان، هيك المنطق بيحكي. صحيح، لا انت بتقول البعض، احنا اخوان سوقنا صغير، ما بقدرش اعمم انا مشان طيب. عشان اكون واضح. طيب، لا الفكره انه احنا سوقنا صغير وواضح واعداد تجار واسمائهم معروفه للجميع وفي منافسه. لو ما في منافسه يا اخوي طارق كان باي لحظه في السنه بغير حرب اوكرانيا نرفع السعر. هنحكي منطق، يعني اذا اليوم تاجر قادر يرفع، البعض اللي حكيت عنهم بيرفع السعر بسبب الازمه، طب ليش صرنا ازمه وانا بقدر ارفع ما بدي؟ لا، وزاره الصناعه والتجاره بتراقب، وكان في سوابق تحدد السقوف السعريه، ما نحن ضد السقوف السعريه لانها لها سلبيات، واحنا كنقابه يعني اخلاقنا وادبيات العمل المهني وحبنا لبلدنا يعني لن نسمح لا سمح الله لاي شخص، ولا ندافع ولا نتشرف الدفاع عن اي شخص ممكن يستغل ظرف ويرفع السعر على المواطن. عشان هيك بقول لك احنا نثق في بعض، احنا عندنا مشكله ثقه وعندنا ازمه ثقه، كل يوم بحكيها، احنا لو في ثقه بيناتنا كان بصدق طارق لما يحكي وطارق بصدق خليل. احنا اليوم قاعد نتعب عشان نحكي الحقيقه والناس تصدقها، والكذبه او الاشاعه بسرعه بتنتشر. اللي بدي احكي لك اياه انا من هون بطمن الناس انه لن نسمح ولن يكون هناك اي تلاعب، التاجر حقه يربح. في تكاليف عاليه ما زلنا لم تنعكس على الاسعار، يعني الحليب اللي ارتفع حكيت عنه صار له اشهر مرتفع،
ما بيقدر التاجر اليوم في ظل الركود يرفع ومنافسينه عندهم لسه ما رفعوا. في معادله يعني ما بنغلب الناس ينشرحها هذه المعادله، بس انا بقول لك اليوم الناس بتعاني من ارتفاع الاسعار، عشان هيك بدل ما نقضي وقت نتهم في التجار ونتهم في الحكومه ونخون بعض، نفكر كيف بدنا نخفف على الناس الطبقه الفقيره والمتوسطه المتدنيه الدخل اثار هذه الارتفاعات. انت قادمة. كما قلت في كلامك يا استاذ خليل ان المواطن الاردني معذور بمخاوفه وتخوفاته طبعا، وبشكل عام انت عارف الوضع الاقتصادي في المملكه، ولكن بدي اسالك سؤال، انتم كان عندكم في بدايه الازمه بشكل سريع لم يبقى معي سوى دقيقه، كان عندكم اجتماع مع في وزاره الصناعه والتجاره اذكر في اليوم الاول لهذه الحرب صح؟ كان عندك اجتماع في الغرفه كان في الغرفه آه نعم. طب لو شو وصلتوا شو المتوقع خلال المرحله المقبله بالتعاون ايضا مع الحكومه لمحاوله ضبط هذه الاسعار، لان نرجع لك في دور الحكومه واحنا كغرفه تجاره نمثل كل القطاعات المطلوب. انا اليوم قلت لك لما طلبنا بخليل اداره الازمه الوضع يستحق من الحكومه سرعه تشكيل هذه اللجنه، فيها خبراء من الطاقه والغذاء والشحن والامور الماليه والبنوك حتى نعرف الامور وين رايحه، ونعطي للمواطن معلومه بشفافيه ومصداقيه. المواطن اذا احترمت عقله سيقبل اي شيء لاجل الوطن، لكن غياب الشفافيه وغياب المعلومه الدقيقه هذا يربك المواطن ويتركه انه يسمع اي شيء من السوشيال ميديا. عشان هيك احنا طلعنا على وضع الاسواق والمخزون ومطمئنين، لكن مش مطمئنين للاسعار لانه الكلف احنا عارفينها عاليه، لكن احنا لو كل يوم نطلع نقول للمواطن المنحنى طلع وهيك طلع، المواطن على عشرات الاصناف او مئات الاصناف بيشعر في ارتباك. عشان هيك احنا بنتمنى انه هاي اخر مره نحكي فيها انه يا عمي لا ما في ناس رفعوا بسبب اوكرانيا، مع الناس هذا حكي مش الكل راح يصدقوا، الناس دائما تقول يعني شو بصير بالعالم كله بينقلب علي انا هو في الاردن هذا هو. انا ما بقول سؤال مشروع ليش؟ لما لانه راتبه ثابت والغلاء المعيشه، لعلمك ارتفاعات طالت في قطاعات اخرى اكثر من مواد غذائيه ما حدا انتبه لها. يعني اليوم بتحكي على قطاعات ارتفعت بسبب النفط وارتفاع الصاج والحديد والادوات المنزليه والقرطاسيه، كل شيء ارتفع، ففي ضغط على الناس بسبب مواطن بهمه اكله وشربه او في البدايه يعني نسبه اولويات أقصد. نسبه الانفاق على الغذاء مش كبيره بالنسبه لخاصه الفقراء بالنسبه لقطاعات اخرى، بس انا بقدر اعيش دون قرطاسيه، بعرفش اعيش دون اكل وشرب، مواطن نظيف ما بتقدرش تعيش بدونها. طيب انا بقصده انه سله المستهلك نعم. هي سله صحيح صحيح متكامله، نتمناش يغلى اي شيء، لكن فعلا احنا في وضع صعب، مش احنا بس كل العالم، احنا اللي مضايق المواطن دخله ثابت. صحيح، انا بدي اشكرك جزيل الشكر استاذ خليل حاج توفيق رئيس غرفه تجاره عمان، يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا لك، وانت نقيب ايضا تجار مواد غذائيه، يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافيه.